هبدأ أول تحرك ليا، منزلي متواضع، منزلي جميل حلو. طبعا انتوا بتقولوا ايه الصوت الرهيب ده؟ الصوت ده صوت الغسالة، متعرفش ننام منها. طب هناكل ايه النوم؟ يا حاجة بس يا حاجة والنبي ستاند، ناخد الستاند. بصوا يا رب ما تكونوا سامعين كويس، بس يا رب ما تكونوا سامعين كويس، انا بعلي صوتي. عايزين نشوف المكان المميز وبعد كده اصور لكم الفيديو. واو مكان ده روعه، كلمه الروعه مش خنات. حرق هتفطر يا محمد؟ فطار البشوات، فطار البشوات كورن فليكس. بدي كورن. دلوقتي هنزل، احتمال يعني هنزل هجيب حاجة معينة لينا للقناة، واحتمال اطلع ليوسف. انتوا عارفين ان يوسف في الدور ال14 وانا في الدور ال10، يعني احنا مع بعض في نفس العمر، فاحتمال اطلع له يعني، وهيجي معايا يا ميجيش، هو وذوقه. طب ايه يلا بينا. اوبا سيبنا الستاند، مش مشكله. ايه شقه دولمه كحله، شقه نورت بيو فلاش. يعني ديت كاس يعني مش سلسلة، ادي اخرة اللي ما ياخدش معاه الستاند. ديت مفاتيح، تمام، عشان تحفظوا المفاتيح. انا بحب اعلقها. لازم يتفقوا كلهم لحد ما الدنيا تبقى ضلمة. تقولي ليه يا محمد سيبهم؟ هقول لك والله راك تصرف من مال امك. يلا بينا. رنينا على يوسف، محدش رد علينا، فهننزل. اهم حاجة الإضاءة يا جماعة، لازم يكون عندك فن في الإضاءة. واو كنا المفروض نعمل الكارتة اللي فوق دي، بس اهي اتسجلت. واو هو انا بقول واو كتير؟ لينا نازلين المسط، جميل حزين، تصور بكاميرا الموبايل. موبايل رايحين دلوقتي نجيب كراسة. كراسة خليكم معايا بقى. مكتبة مغلقة.
المكتبة مغلقة. مكتبة مغلقة. السلام عليكم. المفروض دوت يكون الفلوج الاول في القناة. طبعا اولا رمضان كريم علينا وعليكم، و قرآن شغال. المفروض انتم مستنين الفلوج الاول اللي هو هينزل دلوقتي، المفروض يعني احنا قلنا الاسبوع الجاي. طلعنا قناة مجانين يوتيوب، قلنا ان هي نازله الاسبوع الجاي وكده، ف انا ما نزلتش لان حصل عيوب كتيرة في برنامج المونتاج. مسحت لي الفيديو، مد الفيديو فلوج كان طويل شويه، فانا كنت بمنتجه ومسحته لي ونزلت الفيديو تاني عليه، منتجته تاني، المونتاج اتمسح، ما فيش حاجه حصلت في المونتاج، فتاخرت عشان كده يعني، ما يعني حصل معايا مشاكل في برنامج المونتاج. هحاول الوقت الجاي ده اغير برنامج المونتاج واجيب برنامج احسن منه، فحاول يعني. نازل اصلي الفجر، يب قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر. طالعين من الصلاة من البيت اهو. جو الفجر ده جو جميل جميل كده، تحس فيه روح. شرارنا على حد الكود باي. كل يوم هنتعلم 5 كلمات جديدة. النهاردة هنتعلم 5 كلمات جديدة. نمبر وين، ماجازين، MAGAZINE يعني مجلة. ماجازين يعني مجلة. مجلة مجلة. تاني حاجة فرشة شعر، كومب، COMB COMB كومب، فرشة شعر. محفظة نساء يعني بيرس، بيرس، P for pen URSE. محفظة رجال يعني والت، والت، WALLET. طيب دوت اللي في ايدي هنقول عليه زيس، دوت هنقول عليه زيس. زيس is been، زيس is been يعني ايه؟ يعني دوت قلم، نقول عليه زيس. تمام. لو انا واقف هنا هشاور على الكاميرا هقول ذات از كاميرا، ذات از كاميرا. اوكي يعني بعيد ذات، قريب زيس، ذات
زيس ذات زيس. ومن هنا هنهي البلوج بلوج نمبر 1 هنهي، عشان كده خلاص تعلمنا 5 كلمات وعملنا كل حاجة. يا رب يكون الفلوج عجبكم، معلش على التأخير تاني مرة عشان انا برنامج المونتاج علق. يعني ايه علق يا محمد؟ يعني علق، مرضاش ينزل الحاجات كتير، فنزلت لكم الحاجات اللي هي المفروض تنزل يعني، والباقي مسح خلاص. جود باي. دوت اللي في ايدي هنقول عليه زيس.